किसी के प्यार में दिल सुबह शाम. معلومات وحقائق حصرية عن الممثل التلفزيوني والهندي نيل بهات بطل مسلسل حبيبتي من تكون الذي يعرض على قناة ام بي سي بوليود. عمره، حياته الشخصية ومعلومات أخرى. لمعرفة كل هذا تابعوا الفيديو، وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نيل بهات هو ممثل تلفزيوني وعارض أزياء هندي، كما أنه يعتبر من بين أفضل الممثلين في صناعة الترفيه وبشكل عام. قيل له أنه في كثير من الحالات لا يستطيع أولاد البلدة الصغيرة أن يحلم بأشياء أكبر، لكن نيل وبعزيمته كسر تلك الصورة النمطية وحقق نجاحا كبيرا في حياته المهنية. هذا وقد تم تقديمه لأول مرة كراقص مصمم رقص على الشاشة، وفي وقت لاحق سعى بجد وحصل على العديد من العروض على التلفزيون الهندي. والجدير بالذكر أن مسلسل حبيبتي من تكون الذي يعرض على قناة ام بي سي بوليود كان سببا رئيسيا في نجاحه في الهند عامة وفي العالم العربي خاصة. ويشار أن نيل قد ولد في الرابع من غشت 1987، أي أن عمره هو 35 سنة. والده هو هيمانشو بهات وهو محامي. والدته تدعى بسونيتا بهات، أما عن زوجته فهي تدعى بإشواريا شارما وهي التي تشاركه البطولة في المسلسل. كما أنه من بين الحقائق أن نيل مهووس باللياقة البدنية، وعندما سئل عن ما سيفعله إذا لم يكن ممثلا قال أنه كان يريد دائما أن يكون محاميا، علما أنه قد درس القانون في كلية القانون بمومباي، لكنه اختار لاحقا أن يكون ممثلا. وللإشارة فإن نيل حاصل على العديد من الجوائز منذ عام 2018 بجائزة أفضل مصمم رقص النت الفيلم، وفي 2021 فاز بجائزة ممثل متعدد الاستخدامات في التلفزيون الهندي عن فيلمه حبيبتي من تكون. أما فيما يخص حياته الشخصية فهو قد تعرف على زوجته إشواريا شارما والتي تلعب دور باكي في نفس المسلسل، حيث أن علاقة حبهما قد بدأت أثناء تصوير حلقة المسلسل ليقع في النهاية في الحب. وقد أعلن عن علاقتهما في عام 2021 وتزوج لاحقا بحلول نهاية العام، ويعتبران من الثنائيات الشهيرة والقوية في صناعة التلفزيون. पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका.